اللي هجيبها دي اقول لهم ايه؟ ولا تقول ولا تعيد، انت تسلمهم لي على الحدود وانا هروقهم. طب ما تهز شويه السعر يا مستر ناجي، انا هاخد على الراس 35,000 دولار، يعني كله 280,000 دولار. العمليه كده تبقى خسرانه، بلاش منها خالص، بلاش من الحكايه دي. انا حاسك تربي زبون. الله، انت هتقفل لي ليه من اولها؟ وبعدين انا رايح جاي على الخط، يعني لو عملنا لنا في السنه 200 300 اسير هتبقى تعشي تبارك الله فيما لازم. يا باشا تاخرت علينا. وفادي اقدم لك الكابتن ابراهيموفيتش من قوات حفظ السلام معانا في الشغلانه دي. خليهم 6 بس يا باشا، في 2 خلصنا معاهم بره ب 2000 دولار. شفت الطمع بتاعك؟ هيضيع الشغلانه منك. لا 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 لا، انا هجيب لك الثمانيه دلوقتي حل وبالتليفون. طب والاثنين اللي اتفقنا معاهم يا باشا؟ ها؟ يعني بص اسمع، راضيهم باي حاجه ومشيهم. احنا خلاص اتفقنا مع عمك وفاديه وعجب لنا الثمانيه، واحنا ناس ما بنرجعش في كلامهم. ماشي. بس اسمع وفاديه، انا عايز العيال اللي هتجيبهم يكونوا لابسين لبس الجيش الاسرائيلي. بس احنا ما اتفقناش على اللبس يا مستر ناجي، انت عارف تمن اوفرولات بتمن جزم يعملوا كام؟ يا سيدي ما جاتش على دي، خليها عندنا. بس اسمع، انا عايز العيال اللي هتجيبهم يبقى شكلهم اسرى اسرى، يعني اللي يشوفهم يقول دول اسرى على طول. انا لازم نشتغل بنور دي الله، يعني معروفه.